لكم اليوم إن شاء الله بنسوي معاكم تشريب اللحم أو فريد اللحم على النار. حطيت اللحم بدون زيت بدون أي شيء، اللحم مغسل ونظيف، وأخليه لحد ما يتغير لون اللحم. وبعد ما تغير عندي لون اللحم ونشف عنا الماء، ضفت البصل وبقلب أخليه لين يذبل البصل مع اللحم. هذه السمنة اللي سويتها معاكم قبل كم يوم، أو الودك اللي هي من شحم الخروف ما شاء الله تبارك الله. الحين راح أضيف مع حمسة اللحم حق الصالونة. بعد ما ذبل البصل ضفت من السمن اللي عندي اللي هو سمن الخروف، ممكن تحطوا سمن بقري زيت كيفكم. عندي البهار مشكل، كركم، فلفل اسود، وعود دارسيل. بضيف شويه من الشبنت والكزبره وخلاص. اقلب الحين واغطي واخليه على نار هاديه لين يتعرق اللحم مع البهارات. حطيت بعد ثوم زنجبيل، ما ادري قلت لكم او لا. حمس اللحم تمام مع البهارات وخلاص. الحين نخلي على نار هاديه واغطي من 5 إلى 10 دقائق حتى يتعرق اللحم مع البهارات. حمس اللحم تمام مع البهارات وخلص. الحين نخلي على نار هادية وأغطي من 5 إلى 10 دقائق حتى يتعرق اللحم مع. وبعد ما تعرق اللحم مع البهارات أحط معجون الطماط وأحمس وخلي المعجون لين يتسبك عدل مع اللحم. دائما المعجون أحمسوه عدل. بعد ما تسبك المعجون تمام مع اللحم راح أضيف طماط مطحون مع الفلفل. بعد ما قلب الطماط ضفت بعد ورق غار واخليه لين يتسبك الطماط. اغطيه واخليه على نار هاديه. قلب وبعد ما تسبك الطماط تمام خلاص. الحين اضيف الماء الحار. وبعد ما ضفت الماء الحار والحين اخليه يطبخ لين يستوي اللحم. انا ما ضفت الملح، الملح راح اضيفه بالاخير قبل لا يستوي اللحم شوي، والخضرة بعد، بس راح أضيف الحين شوية سكر راح توازن لي حموضة المعجون والطماط، وبعد بتسرع لي بنضوج اللحم. بسوي حمسة للثريد أو للتشريبة. حطيت بصل حمسته بشوية سمن، شوية لومي أسود بودر، شوية من البهار مشكل، شوية بابريكا. أحمسهم بس شوي وأطفي عنهم النار. وبعد حطيت شوية ملح، نسيت أقول لكم بس ما تكثرون. تمام. وآخر شيء بعد أحط كزبرة وشبنت. وخلاص الحين الحمسة أو الحشوة صارت جاهزة. وخلاص الحين البطاط والجزر استوى عندي نص السوى. الحين اضيف باقي الخضره. يلا حطي. عندي الباذنجان والكوسه، ممكن تحطون القرع. وضفت الملح وبحط بعد عندي فلفل حار اخضر احمر. حطيت اللومي وخلاص. الحين اغطيه. بعد بضيف، نسيت عندي باقي الكزبره والشبنت اضيفهم. وخلاص اغطيه واخليه لين اللحم يكمل سوى تستوي مع الخضرة. المرق استوى خلاص ما شاء الله تبارك الله. الحين راح اشرب الخبز الرقاق. المرق بسم الله. نشرب الخبز. والتشريبة أو الفريد يا جماعة ترى بالنظر، يعني ما يحتاج أني أكتبها لكم شنو تحطون فيها، كله بالنظر وحسب الذوق. ونفس الشيء الشوربات. لما أشرب التشريبة أو الفريد أنا أحب أحط الخبز بالتدريج، يعني حطيت طبقة خفيفة شوي من الخبز وأشربها تمام بالمرق، بعدين أحط الطبقة الثانية
حتى يتشرب عندكم الخبز. تمام، نحط شوية من البصل اللي سويته قبل، نحط شوية من البصل وطبقة ثانية من الخبز، طبقة خفيفة، وبعد نشربها بالمرق. ما شاء الله تبارك الله، وهذا التشريب او التريد صار جاهز. علينا وعليكم بالعافية وفالكم طيب. ما شاء الله تبارك الله، وهذا التشريب او ما شاء الله تبارك الله، اللحم مستوي تمام، والتشريبة شوف شلون يعني متشربة المرق عدل. حالات التشريبة أو الثريد لازم تغرقونها بالمرق حتى ما تطلع ناشفة. على عيونكم العافية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى شيء اللومي الأسود مع العيش مع التشريب، يا سلام. بنقضي عليه تو اللذوذة، تو شلون محشي الله. بنقضي